أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ضعفاء يا ربنا فقو في رضاك ضعفنا. اللهم خذ إلى الحق وإلى الخير بناصيتنا، اللهم قو يقيننا وأحسن خلاصنا، نق قلوبنا واشرح صدورنا، يسر أمورنا وسد ديوننا، استر عيوبنا واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ أو نكمل ما بدأناه في سورة النبأ، وقلنا إن جزء عامة يهز المسلم هزا وينبهه إلى ما هو قادم إليه. وأنا أتمنى من نفسي أولا ثم منكم أن كل يوم لابد أن تكون الآخرة على بالك، في صلاة الصبح، في صلاة الظهر، عند صلاة العشاء، قبل النوم، لابد أن تكون الآخرة موجودة. لماذا؟ لأن هذه تسرع بالإنسان إلى أن يتوقف وأن يراجع وأن يحاسب. وتحدثنا من قبل إن جوارح العبد تعمل عند قلبه، يعني القلب عبارة عن العضو المنتدب أو رئيس الشركة أو رئيس المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة، سميه ما شئت. والعمال الموظفين عنده العينان، اليدان، الرجلان، السمع، البصر، الكلام، كل الجوارح تعمل عند هذا الرئيس أو هذا الملك أو هذا الإمبراطور. تصلح الدولة كلها بصلاحه. القلب هذا إذا ملئ إيمانا يقينا وازن بين يعني ما يزرعه في الدنيا وما سوف يلقاه في الآخرة، إذا حصل هذا التوازن بحول الله عز وجل صار كل عمل يعمله إنما هو لوجه الله سبحانه. ولو علم العبد ما في مجالس العلم من خير لأتى إليها حبوا. ولو يعرف الإنسان الخير اللي ينتظره في مثل هذه المجالس ما عطل نفسه عنها. ليه؟ لأن ربما كما قلنا إن الله خبأ ثلاثا في ثلاث، ربنا خبأ ثلاث أمور في ثلاثة أمور، فخبأ رضوانه في طاعته، فلا تحتقرن من الطاعة شيئا فربما فيها رضوان الله. ليه؟ المجلس العلم ده طاعة، من ضمن يعني الخيرات اللي في مثل هذه الطاعة أن ينظر الله إلينا نظرة رضا، ومن نظر إليه نظرة رضا لن يسقط عنه عليه بعد ذلك. ربما هذه النظرة ليه؟ لأن المؤمنين ربنا يجعلنا ويكون منهم على سرر المتقابلين، يجلس يتحدث عن أمور الدنيا، يقول متى غفر الله لنا؟ لا نعرف متى فتحت صفحة بيضاء لنا. يقول أتذكر يوم كذا؟ أتذكر يعني لحظة كذا؟ أتذكر ساعة كذا؟ يتذاكرون ساعات الطاعة. ولهذه اللحظة، لأن ربنا قال فكشفنا عنك الغطاء، فلما يكشف الغطاء تعرف متى بدأت الصفحة الجديدة مع الله. ليه؟ لأنك تحفظ إن الله إن العبد إذا أذنب ذنبا وندم عليه استغفر، قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، أشهدكم أني قد غفرت له، عاد الذنب مرة أخرى. هو مغتاب بطبيعته، يغتاب الناس، فبعد ما اغتاب قال عيب عليك، يعني الرجل غائب ومسافر موجود في أخص البلاد وأنا أجيب سيرته بالشر، الله أستغفر الله، ويستسمح أخاه. ثم يعود أخوه هذا ليغيظه مرة أخرى أو يضايقه أو هو لا يستريح له أو الشيطان يشحنه ضده، فيقول يعني يغتابه وبعدين يندم ويتوب. يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له. المرة الثالثة والمرة الرابعة
الى ان يقول رب العباد. شوف هنا العبد يبدو مست التوبة الحقيقية قلبه ولسانه، فقول يا ربي انا تبت اليك، يا ربي تب علي، انا لا اريد ان اغتاب لا فلان ولا غيره، يا ربي هذه تضيع كل حسناتي. يقول علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب الا انا، اشهدكم يا ملائكتي اني غفرت له وتبت عليه فلن يعود الى هذا الذنب مرة اخرى. قال ربنا في التوبة ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوب. يبقى التوبة جاء من تحت ولا جاء من فوق؟ ثم تاب عليهم، بس ثم دي جاء بعد ايه؟ بعد ان تاب. خد بالك من ثم دي، ثم تفيد الايه؟ الترتيب مع التراخي، لان انت لما تبت خدت وقت، لما تبت اخذت وقتا. وانا ضربت لك مثل من قبل هو مثل مؤلم، لو على باب المسجد الان، ودي يا اخوه يا اخوه في الموقف اللي بره ده اللي فيه السيارات، في سيارتين اللي يسحب ورقه من هذا الصندوق ترسو عليه السياره، مين يجلس يسمع الشيخ عمر؟ ده امتحان صعب اهو، صح؟ امتحان شرس. طب العكس، وقف على باب المسجد واحد، يا اخوه نعم، جالسين مع الشيخ ليه؟ والله قاعد يذكرنا بالله ويشرح لنا ويفسر لنا ويبين لنا سوره النبأ. طيب يعني انتم في اصفى حالاتكم الايمانيه، الحمد لله، يعني مؤمنين ومش شرح، الحمد لله، مقبلين على الله، لسه مصلين العشاء ورا الشيخ. طيب انا ملك الموت، تعال، مين يطلع؟ كل يخرج من باب ده بتاع الايمان، خلي بالك. فيعني ولنبلونكم، ربنا هيمتحننا. فبكى الحسن وقال لو بلوتنا، امتحنتنا يعني، فضحتنا وهتكت استارنا، ان يحفكم ايه؟ يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ازاي يعني؟ يعني انت عندك ربنا رزقك بمئة درهم، مئة ريال، مئة جنيه، فقال ايه؟ خذ منها يعني مبلغ بسيط وخرج زكاة، خلاص؟ طبعا بس بلاش الفلسفه، قول 100 ليست نصابا، انا خليها يا سيدي 1000، 10000، خلاص المهم عشان ما نغلطش في الحساب. ال 1000 دي عليك 25 فيها بس، ويترك لك كم؟ 975، خلاص؟ طب لو قلبت الزكاه، انت ليك 25 والفقراء اخوانك لهم ايه؟ 975، مين كان يخرج الزكاه؟ يخرج اضغانكم، الضغائن اللي هي الامساك في الدنيا. فتاتي سوره النبأ ومثيلاتها في جزء عامه عشان تطرق على العبد وتوقظه، وتاتي الصلوات الخمس، يقول حي على الصلاه، حي على الفلاح. وقلت لكم من قبل ان الفلاح لما تسال اي واحد يعني ايه الفلاح يا استاذ؟ يعني النجاح. يقول لا، انت مش خبير في اللغه، النجاح هو ان تفوز في موقف واحد، والفلاح ان تفوز في المواقف كلها. اللغه العربيه النجاح يعني الولد ينجح، نجح هذا الفصل الدراسي، نجح اخر العام، نجح في المؤهل، لكن ليس ناجحا في كل ايه؟ قد يكون راسبا في الخلق، قد يكون راسبا في التصرفات، قد يكون راسبا في المعامله مع الغير، قد يكون راسب في بره بابيه وامه، قد يكون راسب في معاملته لزوجته. يبقى هو ناجح في بند من البنود، لكن لما المؤذن ينادي علينا حي على الفلاح، تعال نفلح لك قلبك كما يفلح الفلاح الارض للزراعه. فلح يعني ايه؟ او افلح، فلح يعني شق الارض وعزقها وقلب التربه وعرضها للشمس وزرع البذر وسقى وبعدين بدات تنبت، كل ده اسمه الفلاح. سمي الفلاح ايه؟ فلاحا لهذا، وسمي كافرا لانه ايه؟ لانه بعد ان يزرع ويغرس البذر ولا الفسيله يغطيها بالايه؟ بالتراب. فهذا الانسان المفلح الذي يسمع حي على الصلاه، حي على الفلاح. لماذا لا نكرر عندما يقول المؤذن نفس الكلمه؟ يقول الله اكبر، الله، نقول الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، نقول اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، ماذا نقول؟ ليه؟ يعني يا ربي انا في الصلاه
موجود 70 باب يعطلني، الشياطين والمشاغل والعقبات، وبعدين الطريق والمواصلات والاعمال، ولسه فضل العمل ده منتظر، تليفون مهم ومنتظر، اسعار البورصة ومنتظر كذا وكذا، فانا قلق. ففي عواقب، في حواجز، في عقبات، انت يا رب تقدرني على ايه؟ على ان اتخطاها، فلا حول ولا قوة الا بك. فانا اصير بضعف ايماني، باستلهامي حول الله وقوة الله، خلاص سبحان الله العظيم. يبقى اذا ايه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعالى لتكون من الايه؟ من المفلحين. فتصير وانت في المسجد، لو عذب الله اهل الارض جميعا ما نجا الا اهل المساجد. فتاتي سورة عامة تهز القلب وتوقظ الانسان. فانا حقيقة الامر عايز من كل واحد منكم، الله يرضى عنكم، اياك يمر يوم من غير ما تجدد عهدك مع الله، من غير ما تفتح المصحف. شوف، في ناس ربنا فتح لها وتقرأ وردا معينا في كتاب الله، ينهي المصحف في جمعة، ينهي في جمعتين، كل يوم جزء كان كسول يعني. لكن نفرض من هو أشد من هذا كسلا، خلاص الحسن البصري قال بس افتح المصحف ولو لم تقرأ فيه وقل أجدد عهدي مع الله، تقع عينك على آية. كل يوم يا مؤمن قبل العمل افتح صفحة، بالله عليك هل تنسى وأنت داخل إلى المصلحة؟ إذا كانت المؤسسة عندك تأخذ ببصمة العين أو ببصمة اليد، تمام؟ وأنت داخل بتعمل إيه؟ بتثبت حضور ولا تختفي من الكاميرا؟ لا، أنت تختفي وأنت خارج، لأن خارج قبل الموعد، صح؟ لكن وأنت داخل، ها أنا جيت أهو 8 إلا 5، لسه فاضل 5 دقائق، فين المدير يشوفني؟ صوروني، سبحان الله. لكن هو خارج كده ايه؟ سبحان الله، لا اله الا الله. ولذلك يعني اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم اولون. قالوا ليه الاولانية الاولى فيها تاء؟ اذا اكتالوا على الناس يبتدي ايه؟ يطفف وياخد وياخد. ففي وقت لما عايز يخسر في الميزان ويلخبط في الميزان ويلعب في الميزان يعمل ايه؟ ها؟ بسرعة كالوهم، يعني ايه؟ يضحك عليه، قال ماذا رأيت يا فلان؟ أخوه شاف تاجر، 2 تجار شافوا بعض، واحد منهم مات فشافوا في الرؤية. قال والله لقد سئلت لماذا، كان يبيع الدقيق والأشياء دي، لم تمسح كفة الميزان بين المشتري والمشتري، مسح الكفة. وقلت لك من قبل فيه ناس تراهم في الاسواق وعند الفاكهه والخضار واقف كانه في وليمه مفتوحه يتذوق من هذا وتذوق من ذاك، تدخل على نفسك حرام ليه؟ وبعدين حرام ايه؟ من ضمن اهل النار والعياذ بالله، ربنا يعيذنا واياكم منها، 5: الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. يعني ايه؟ يعني لو شيء بسيط تدخل النار على حبه عنب، على تمره، على حبه فاكهه، يعني طب ليه؟ مش معنى كده يقول لك الشيخ عمر قال لا عايز تدخل النار ادخلها بحق وحق، لا يعني لا، لا صغير ولا كبير، يعني من حرم على نفسه الصغير ها توقف عند الايه؟ عند هي كده، سبحان الله. فانت لك قلب، والقلب ده عايز تعمير دائما، وهو ضعيف وخرب امام بلايا الدنيا، فماذا تصنع انت؟ قوي هذا القلب بالارتباط بكلام الله سبحانه وتعالى. اللهم يسر لنا وأعن يا رب العالمين. طيب الله عز وجل ذكر نعما 9 متتالية بعد المقدمة، وربنا يبارك في فضيلة الشيخ وهو قد قرأ بنا فهز قلوبنا وحضرها لنا قبل أن ندخل إلى الدرس. فذكر رب العباد 9 نواقف أو 9 مشاهد أنت تراها، عملت مقدمة في سورة عامة كي يثبت لك او تثبت لك قدرة الله عز وجل الذي صنع كل هذا في عالم الشهادة، فسوف يصنع لك الآخرة في عالم الغيب. عالم الغيب بالنسبة لنا، لكن الجنة والنار بالنسبة لله غيب ام شهادة؟ لا شيء عند الله غيب، انما الغيب بالنسبة لمن؟ لمن حجب، سبحان الله، لا اله الا انت. ولذلك الصالحين ماذا قال فيهم شاعرنا؟
قال: قلوب العارفين لها عيون. اسمع الكلام الحلو اللي رقق القلب. قلوب العارفين لها ايه؟ عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. يا الله، يقف على المنبر وينادى على سارية، يجلس أنس عثمان ويدخل عليه أنس وقد وقعت عينه على كعب امرأة، يدخل علي أحدكم وفي عينيه آثار من الزنا. لو عثمان موجود الآن كان طردنا جميعا، انت فاهم ولا فاهم؟ لكن سبحان الله، ويطلع بعض المفتين يقول لك لا لا لا، الصوره اللي في التلفزيون دي خيال، بص براحتك. والله انت تودي الناس في ده ليه؟ طب بص انت، لكن ما تغرق، يعني اغرق انت لا تغرق غيرك. يعني شوف، قال يا ابن عباس، احنا بنجلس مع اناس كده، انا والله خايف، ان الحمد لله احنا لم نكن في هذا الزمن، ولا يمكن كان غيره الشيخ عمر، نجلس مع ناس يخوفوننا من الله، نعمل ايه في الناس دي؟ قال: لان تجلس مع من يخوفك حتى تجد امنا يوم القيامه خير لك من ان تجلس مع من يؤمنك فتجد خوفا يوم القيامه، لان الله عز وجل لا يجمع على عبده امنين ولا خوفين، من خافه في الدنيا امنه في الاخره، ولمن خاف مقام ربه ليه جنتان، لانه وخاف لان ايات الوعيد تخوف، وخاف لان الله عز وجل يرهب جانبه، يرهب ايه؟ جانبه، لانهم ايه؟ لان الاخرون لم يقيموا يعني ما لكم، لا زي ما سيدنا نوح قال: ما لكم لا ترجون لله ايه؟ وقارا. يعني فين انت يا اخي بتحترم مديرك وتحترم الوزير وتحترم الرئيس؟ سبحان الله، فما بالك بمن ايه؟ بمن خلق. فاكر زمان لما قصينا على قصة الامام الصالح، كان عنده 3 اولاد، قال: يا ترى من يتولى الافتاء بعدي؟ فجاب الـ3 عيال وعمل لهم ايه؟ امتحان. قال: خذ يا ولدي كل واحد ديك، خذ الديك ده اذبحه في مكان لا يراك فيه احد. الولدين الاول والاوسط دخلوا في غرفة، غلقوا المنافذ والابواب وذبحوا الديك. جاء الولد الثالث: الديك كما هو، لما لم تذبح؟ قال: يا أبتي، كلما غلقت الأبواب والنوافذ علي علمت أن الله معي، وأنت قلت في مكان لا يراك فيه أحد. فقال له: أنت اللي تتولى الإيه؟ لأن أنت تراقب الله عز وجل، أنت اللي إيه؟ اللي تراقب الله. ولذلك لما عمر الله يرضى عليه يعني يقول للغلام إيه؟ يقول له: أجزرني شاة من شياهك، قطيع غنم يعني. قال له: هذه ليست لي، انا اجير فيها. قطيع ده بتاع سيدي اللي موليني الامانه برعايه القطيع، انما انا يعني لا استطيع. قال: اجزرني اياها وقل اكلها الذئب. يعني انت احسن من اخوه يوسف، اخوه ده راح اخوهم وقال اكله الذئب، سبحان الله، يعني عديها وخلاص، يعني ممكن تمر، سبحان الله. قال: وان قلت له هذا فأين ربهم وأين ربي وأين رب الذئب؟ سبحان الله، ها أروح فين من الله؟ يبقى الإنسان اللي عايز يراقب الله مش عايز عليه رقيب. شوف: من لم يكن قلبه رقيبا عليه فلا فائدة في أن يراقبه أحد. وإذا خفت المراقبة وتعدى الحدود أسرع فتاب إلى الله، فربما تأتيه لحظة توبة تأتيه من أعلى فتحجز بينه وبين المعصية. نبدأ في الآيات إن شاء الله رب العالمين. فالله عز وجل يقول: ألم نجعل الأرض مهادا، مهدها رب العباد وجعلها ممهدة لنا كمهد الطفل، سهلة وبسيطة ونستطيع أن نعيش فيها. بالله عليك، لما تسير في مناكب الأرض وأنتم كثير السفر، تركب الطائرة وتنظر إلى الأرض وإلى يعني قطع الأرض صغيرة، وإلى البحار تجد كأنها نهر أو سبحان الله مجرى مائي صغير، وأنت ما قيمتك في هذا الكون الكبير؟ لا شيء. فرب العباد مهد هذه الأرض وجعلها ممهدة حتى نعيش فيها، ده عشان يعني يسهلوا لنا طريق
في دول كثيرة ادفع ضرائب واعمل مش عارف ايه. وفي بلاد الحمد لله الذي يسر لهذه البلاد هذه النعمة، اللهم أديم عليها نعمك وأمنك يا رب، وأمن كل بلاد المسلمين. سبحان الله، معمولة الشوارع لتكسير السيارات، يعني الشارع معمول ليه؟ مش عشان الناس تمشي فيه، عشان تحط من ايه السيارات. يعملوا مطبات عبارة عن ايه البتاع التتابع بتاع ال 400 متر اللي هو تطلع فوق وتنزل تلاقي نفسك ايه زي افلام الرعب. سبحان الله. وزاك عمر الله يرضى عليك فاهم القصة، قال والله لو عثرت بغلة او شاة بشط العراق لخشيت ان يحاسب الله عليها عمر ويقول لما لم تسهل لها الطريق او تعبد لها الطريق يا ابن الخطاب. سبحان الله. يوم حر شديد وعثمان يجالس عليا، قاعدين في خيمة عندهم ماء بارد وتمر. كان العربي يبرد الماء بالتمر، لما تضع الرطب عملها تجربة، ضع الرطب المسكرة في الماء يبرد. فوجد واحد ماشي وراء بعيرين، فعلي يقول لعثمان كان حريا به ان ينتظر حتى يعني تهدأ الشمس او تزول يعني تنكسر بعد الظهر يعني، ثم قال نادي عليه، قال يا اخ الاسلام تعال الى الظل والماء. فقال عودا الى ظلكما ومائكما. فعثمان قال يا خبر، هذا عمر بن الخطاب. يا امير المؤمنين، قال هذان بعيران من ابل الصدقة، خشيت ان يهلك او يضيع فيحاسب الله عمر يوم القيامة لما ضيعت اموال المسلمين. ده عايز رقيب عليه، هو جعل رقيب من نفسه، جعل ايه رقيب من ذاته. سبحان الله. يعني واحد يقول لك يا اخي لم يكن عنده حنان وعطف، من الذي قال؟ وعنده العدل اولى، العدل اولى. قطعة بطيخ في يد ابن عبد الرحمن حفيده يعني، فيأخذها منه. الولد 4 سنوات، الولد يبكي، يقول تأكلون البطيخ، تأكلون البطيخ يا آل الخطاب، وفقراء المسلمين لا يجدون الخبز. يأخذها ويعطيها لفقير. سبحان الله. في عام الرمادة يخشى أن يميز عمر بشيء. ولذلك لما جاب الستة بعد ما طعن وعلم أن الطبيب قال له خلاص الطعنة نفذت واللبن نزل مشوب بالدم خلاص، فجمع الستة قالوا انتوا تقعدوا، ويقف على الباب عبد الله بن عمر، لا تخرجهم إلا أن يختاروا أحدهم أميرا. شوف حرصه على أمن الوطن، أمن المجتمع، أمن البلد. ما فيش خروج إلا لما يختار واحد. فإذا اتفق ثلاثة على واحد واتفق ثلاثة على الآخر فادخل أنت لترجح طرفا على طرف، وإياك أن تكون طرفا. كفى بآل الخطاب رجل يحاسب عن أمة محمد. مش عايز اشيل مسؤولية. أنا أتعجب من هذا الذي عنده بنات ولا بنت ولا بنتين ويكتب لها كل ما عنده نكاية في أخيه. ده نكاية فيك أنت. أنت الذي سوف تعذب. من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. يعني تمنع وارث من إرثه؟ ليه؟ أنت الذي توزع؟ هو الله عز وجل لما حد الحدود وفرض الفرائض ووزع المواريث، لك ان تدخل؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ها اذا قضى الله ورسوله امرا، ماذا قال ربنا؟ ان يكون لهم الخيرة من امره. فيش خيرة بعد اختيار الله. الله اذا اختار لا خيرة بعد اختيار الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا حتى لا تطير في هذا الجو، وقفنا المره الماضيه على هذا. وخلقناكم ازواجا، طبائعكم اخلاقكم الذكر والانثى، الجيد والرديء، المستقيم والمنحرف، المؤمن والكافر، ازواج سبحان الله، الرجل والمراه كلنا. بس ايه الحياة فيها تدافع، الحياة فيها ايه تدافع. شوف لم يبقى مثلا للمسلمين شيء يجمعهم بعد التوحيد والصلاة الا مثلا مسألة زي قضية فلسطين مثلا، تبقى قضية المسجد الاقصى تجمع المسلمين جميعا. اي قضية تانية
تعلو ثم تهبط ما عدا المسجد الاقصى، يظل عند حس المسلمين يجمع الناس. كلما صحيح الناس بتتناسى نتيجه الابتلاءات الكثيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تاتي المصائب من علامه الساعه يرقق بعضها بعضا، فتاتي المصيبه فيقول العبد هذه مهلكتي فتمر، ثم تاتي التي تليها اشد يقول هذه فتمر، ثم تاتي التي بعدها يقول هذه. فانت تتخيل لما تعرض المشاكل تجد ان اسال التلميذ ايه مشكلتك يا ولدي؟ يقول خلص تعليم. يا ابني ما تخليك، ده ابوك يصرف عليه يخلص تعليم. ايه مشكلتك حبيبي؟ عايز وظيفه. همه كله في الايه؟ وظفه. ها عايز اتزوج، يزوجوه. عايز بيت، يجيبوا له بيت. نفسي في عيل، ربنا يرزقه بالعيل. نفسي ببنت، يجيب البنت. لا نفسي في ولد يكون شعر اصفر وعينه اليمين خضراء وعينه الشمال زرقاء. لا اله الا انت سبحانك. وحرام يا شيخ ومش حرام يا شيخ، ونروح لعلم الجينات ومش علم الجينات والجينات الوراثيه. شغل نفسه بقضيه عجيبه جدا. وبعدين انا اصل نفسي في سياره، ربنا يرزقه بالسياره. لا نفسي بيت اكبر شوي، نجيب البيت. لا 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 اكبر كمان. لا نفسي في مصيف، لا نفسي في مشتى. ما فيش، ما نفسكش تموت وتريحنا؟ لا، يفضل هكذا العبد، هكذا شارب البحر، شارب البحر، يظل يشرب الى ان يحصل له استسقاء وانتفاخ ويموت، لا يزيده الشرب الا عطشا. وذاك الله يرضى عنك لا تعيب على اصحاب المليارات. ها كان زمان لما نقول الملايين الناس تتخض، الناس ملايين من يا عم عم اطلع شوية. ان شاء الله اذا كنتم من اهل الدنيا ان شاء الله واحنا رحلنا هتلاقي ايه يقول لك، قال الشيخ كان يقول مليارات، ما الفين يا عم التريليون والديشريون ولا مش عارف الله. ده في رقم قدامه 36 صفر، هو ده تقريبا التعامل. رايح فين بالمليار ده؟ اشتري رغيف خبز، اتكل على الله روح سبحان الله اشتري رغيف خبز. فيظل العبد لا تعب على الغني. ليه؟ لانها عمليه قياسيه، هي عمليه ايه؟ قياسيه. الله انا اعرف حد معين يعني يطلع بالطياره صباحا 45 دقيقه طالب يروح الجامعه في بلد بجواره، خلاص مش عربي عشان ما تغتبش حد، الله يرضى عليك مش عربي خلاص، يروح البلد اللي 45 دقيقه يفطر، يتناول طعام افطاره في الطائره، يحضر المحاضرتين او الثلاثه ويرجع على الظهيره الى بلد يوميا 5 ايام في الاسبوع. هي لما تنظر للمساله كده يحصل لك رعب. وبعدين ابوه هو وحيد، ابوه وامه خايفين عليه، ابن الراجل الثاني ده، فهو الذي يروح ويجي كل يوم بحراسه يوميا سبحان الله. انت تقول ايه يا عم؟ في ايه ده؟ احنا بنبعت عيالنا لا اله الا الله بيعيشوا مع الحياه يا عم زي بعضه، ما انت ايه يعني؟ يعني قال شاعرنا من اعظم ما قال المتنبي، يعني لا تعذل المشتاق في اشواقه حتى يصير حشاك في احشائه. انت فاهم طبعا، يعني لما تجد واحد يبكي 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 بكاء مر، فيه ايه يا استاذ؟ يعني فصلت من العمل، وبعدين انا ما اقدر اسيب يا اخي ضع نفسك مكانه. ما مشكلتنا؟ ان احدنا لا يضع نفسه مكان احد. ها نفرض واحده تزوجت وزوجها توفاه الله، خلاص صارت ايه؟ ارمله، وعندها طفلين 3 اطفال او ما عندهاش سبحان الله. املها ان ياتيها احد 3، يا زوج لم يتزوج من قبل وياخذ ثواب في العيال، ها، او تصير تاخذ نصف زوج هو متزوج، او ربع زوج، ثلث او ربع، صح ولا لا؟ طيب. لكن زوجتك انت، لانها ما وضعت نفسها مكانها، لما تعرض عليها الموضوع من مصلحتك لا تعرض شيء. خلي بالك انت من مصلحتك تعرضش، يعني لما انت عارف النهايات بلاش البدايات، فمن احترقت بدايته اشرقت نهايته، خلي بالك. ففي امور صاحب الهوى لا تساله، صاحب الهوى ما تسالش صاحب هوى، تمام؟ ده الرجل العربي يقول له، قال زوجتي متعبه، زوجتي متعبه، قال طبعا انت عارف
القصص والحكايات مع الإخوة الرجال في المكاتب والمصادر. يا رجل تزوج عليها ما يهمكش، تزوج، ظن أنه سوف يجد الإيه؟ الراحة. دخل صديقه عليه فوجده كئيبا حزينا كاسف البال. خير؟ قال تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، وقلت أصير بينهما خروفا أنقل بين أكرم عجتين، فإذ بي أصير حملا ينقل بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج ذكر هذه، فما أحرى المعيشة بين الضرتين. الرجل اكتشف في الآخر أنه إيه؟ لا إله إلا الله. يقول لك في الطرائف يعني هو يعدل بين زوجتين، عدل تمام. شب الحريق في المطبخ، احترق الايه البيت، الاثنين قضوا نحبه. قال عشان نكمل مسيرة العدل، البيت عنده ليه بابين، باب يمين وباب شمال، خرج نعش الاولى من الباب ده وخرج نعش الثانية ايه من الباب الثاني. واحدة منهم جات له في الرؤية قالت له يا خسيس تتخرجني من الباب الضيق؟ لا اله الا الله. فهم وراح العدل بتاعه يا عيني مسكين، فراح الحسابات. انت حر، انت اقرأ الصفحة قبل ان ايه ان تكتب او تكتب الخاتمة. فالانسان ايه احنا بس بنهدي النفوس وجايين نتكلم في جزء عام وعامة تخص النهايات، سبحان الله، وده من ضمن النهاية. والجبال اوتادة، خلي قلبك وتد يثبت لك الايه المعنى. الله يرضى عنك لما تدخل على انسان بالاقناع، ادخل له من ارضه التي يقف عليها. ادخل له من ايه؟ من ارضه التي يقف ايه؟ يقف عليها. لان كما قلنا في درس الجمعة ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، فدخل الرسول له من باب الفخر. لما علي بن حاتم جاء واكرمه الرسول كرما عظيما دخل في الاسلام، اعطى عباءته واكرمه واكرم مفادته، وكان اشج بني عبد القيس زعيم البحرين في هذا الوقت. لما جاء اين زعيمكم؟ قالوا يأتي يا رسول الله. الرجل أمير، فما رضي أن يلقى رسول الله بغبار السفر، فذهب واغتسل وتطيب ولبس الثياب وجاء ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشج بني عبد قيس، فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. اللهم ارزقنا هاتين الخصلتين. والله لو المسلمين عندهم الحلم والأناه، تفكر والتدبر وعلى مهلك، وتسرعش سبحان الله العظيم، ولا تتسرع، واهدأ واستوعب من أمامك، واصبر وتصبر. في الصلاة ماذا قال لك؟ وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ وتعجل عليها ولا اصطبر؟ اصطبر في الصلاة وفي الأوامر وفي النواهي، كل شيء سبحان الله. والنفوس مجبولة على حب الخير، وتبدأ كما قلت لك بالابتسامة. ابتسم، ارجع اليوم النهاردة بإذن الله لا تحمل الكرة الأرضية فوق رأسك، ادخل كده السلام عليكم، كيف الحال، عاملين ايه، ان شاء الله تكونوا بخير، كيف امسيتم، ما شاء الله عليك، الله اكبر، شكلك صليت العشاء، ما شاء الله عليك، وشك منور. كلمة يا اخي، كلمة، هل خسرت فيها شيئا؟ ها؟ لم تخسر والله، بس هتكسب، بتعمل رصيد. هكذا ما رؤي الرسول الا بساما صلى الله عليه وسلم. الاعرابي كان يوم الرجيع لما قتلوا عددا من الصحابة غدرا، والرسول غضب غضبا شديدا، وجاء اعرابي ويريد ان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه عمر منعه، قال ممنوع يا ابن الخطاب. قال ان الرسول في لحظة غضب، فانتظر بس لما يهدأ شوية، بشر. قال والذي بعثه نبيا لن اتركه حتى يبتسم. فابو بكر حنون لين، قال يا عمر ادخله، يعني خليه يدخل اعرابي، بدل ما يقول يا ربي انا يعني رحت لعمر منعني. دخل، اول ما وجده النبي ابتسم، رغم انه في حالة نفسية ابتسم، هذا حق الضيف. قال يا رسول الله سمعتك تقول ان من علامات الساعة الكبرى ان المسيح الدجال معه الطعام والشراب وكل شيء، ولا طعام ولا شراب لنا. يا رسول الله ما بالك لو ادعيت انني امنت به، خلاص، ثم اضرب يدي في ثريده، ادخل الاكل اللي مقدمه لي حتى اشبع، ثم اعود فاكفر به مره اخرى. سبحان الله،
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: بل يرزقك الله يا أعرابي مما يلهم الله به بقية المسلمين. لأن قالوا: يا رسول الله، طب نأكل منين ونشرب منين والمسيخ الدجال معاه المفاتيح؟ قال: المؤمنون يومئذ يلهمون النفس التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كما تلهمون النفس إذا سبح وكبر وحمد وهلل لا إله إلا الله، شبع كمن أكل وشرب، يصير ملائكي، يصير ملائكي في الأزمة، سبحان الله. ومدام أنت بهذا الشكل، سبحان الله، ربنا بيتولى عنك المصائب. صحيح المسيخ الدجال مش واحد، الدجاجلة كثر، لكن كبيرهم الله يتولى أن يريحنا منه. ونحن نستعيذ بالله إنك حميد مجيد بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة الإيه؟ المسيخ الدجال. وخلقكم أزواجا وجعلنا نومكم سبات هدوء وصحة وتجديد طاقة، وجعلنا الليل لباسا. والله يا مؤمنين، يعني لو قدر لك، وإخواننا الأطباء يعلمون هذا، يمر على المريض بالليل أطول ليل، ليل من؟ المريض، المريض المهموم. الهم إذا هجم على إنسان، يا الله، الهم إذا هجم على إنسان لا ينام، لا ينام. فسبحان الله، ولذلك دايما: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والله يا مؤمن لا تهتم بالغد، عندك إيه؟ عليك دين؟ إن شاء الله رب العالمين بحق من يقول للشيء يكون فيكون، ادعو الله مخلصا في الثلث الاخير في الصباح، الله يقضي دينك. مريض وخايف من المرض ومن اثاره، ادعو رب العباد واطرق باب الخير واطرق الاسباب. بس فيه ثلاث دعوات: يا رب وفق الطبيب لتشخيص المرض، والهمه رشده في توصيف الدواء، وضع يا رب سر الشفاء في هذا الدواء، حصل الشفاء. لكن نفرض رحت للطبيب ولم يوفق للتشخيص، مش في مستشفيات في بعض البلاد الحكومية بدل ما يشيلوا الرجل اللوز يشيلوا الكلى؟ مش اشكال ورقة مكان ورقة، ما ده اخلعوا له عينه، ده اقطعوا له رجله، يا عم مش اخلع عينه، ده هو عنده زائدة بس في وجهه كان عايز يشيلها، سبحان الله. ورقة مكان، يوفق الطبيب لتشخيص الحالة وبعدين يوفقه لتشخيص الدواء، لان في دواء سبحانك يا رب العباد يؤثر تأثير سلبي ويبقى ضرر، يبقى فيه الموت. وبعدين نفس القضية: أن يجعل السر ولا يسلبه من هذا الدواء، فتأتي النتيجة بهذا تشفى. عندك إيه؟ الزوجة متعبة أو الزوج متعب، قلب الزوجة بيد من؟ ها؟ أنتوا نمتوا، بيد الله. طيب، وقلبك أنت بيد من؟ وقلوبنا جميعا بيد من؟ إن الإيه؟ إن القلوب بين إيه؟ إصبعين من أصابع الرحمن. فمن الذي يقلب القلوب؟ بس خلاص، إلجأ إلى الله يصلح لك الطرف الثاني. إلجأ يا ابنتي إلى الله، نفس القضية. الولد والبنت، أحيانا يكون الولد عصبي والبنت متمردة وأنت مش قادر عليهم، وفي وقت من الأوقات فيه آباء نسوا أبنائهم لما كانوا أول صف ابتدائي 6 سنوات، وفجأة اكتشف الولد في السنة الثالثة والرابعة في الجامعة، او البنت فجأة غاب عنهم، او مش غاب يعني غياب، لا، الجسد موجود، غاب عنهم حضورا. يا الله، الولد يرد علي، الولد يناقشني، البنت تحاججني، سبحان الله، البنت تتمرد. هنا اتوقف، استعين اولا بالله، لأن إن من أزواجكم وأولادكم إيه؟ عدوا لكم فاحذروهم. كيف عدو؟ أنا نسيت وزرعت أنا هذه العداوة، أنا زرعت هذه الإيه؟ العداوة. لذلك ربنا قال إيه؟ شوف أكبر الدعاء يقول: وأصلح لي في ذريتي. من الذي يصلح لك ذريتك؟ قوم صلي ركعتين وادعو الله عز وجل: يا مقلب القلوب والأبصار، اللهم قلب قلوب أولادي وبناتي على طاعتك وعلى محبتك وعلى برك. والله تجد العيال. وبعدين لما تأمر الولد وتنهاه، خلي بينك وبينه فتحة. يعني ايه مساحة؟ ليه؟ انت عارف انه هو يرفض هذا المطلب، ما تدخلش بالأمر في هذا الوقت،
هو عاشق للكرة، لا تأتي له في لحظة المباراة النهائية في الكأس اللي تمثل له حياته كلها، بينتظرها من السنة للسنة. وبعدين يلا يلا تقع الله، بلا كلام فاضي، بلا كورة، بلا كلام فاضي، يلا نزور عمك. وعمه والعياذ بالله يعني ما حدش يحبه، ولا عمه نفسه، يعني عمه نفسه ما يحبش عمه سبحان الله. ولكن هو جاي في اللحظة، الولد متمتع فيها، مستمتع بالمباراة كله. يقول يا عم اهدى شوي، خلي عندك عقل، اترك الولد ياخد راحته الاول سبحان الله. يعني المرأة يقول لزوجها ابو فلان الولد عمرك ما خرجت معانا، يا لو ماله عنده 5 سنين، احلى مكان حديقة الحيوان، الجميل حلو، المهم نخرج معاك وخلاص. خرجوا، الرجل خرج ايه رجل امام وعشرين قدم للايه، مش عايز يروح حساس، فراح. فالولد يقول له ابويا ابويا ايه الحيوان ده؟ يقول له والله مش عارف. هو عارف ومكتوب الاسم، بس هو اصلا بخيل حتى بيتكلم. طب وايه الثعبان ده نوعه ايه؟ مش عارف. طب والطائر ده؟ انا مش عارف. المراه خافت، قالت له يا ولد لا تكثر على ابيك بالاسئله عشان احسن يرفض يجي معانا تاني. قال اسكتي خليه يتعلم، خليه يتعلم. اتعلم منين يابا؟ انت وش تعليم انت؟ انت وش تعليم؟ لا انت متكبر وحتى بعد كده يقول لك الولد متمرد، ده انت اللي متمرد. يعني الاولاد يحبوا الحنو، وانا حقيقه الامر ارى لو عندك بنات دللهم، اديها اسم دلال، مش دلال بنت عمتك يعني، دلال دللها يعني، دلل دلل من باب التدليل يعني. الولد بلاش الدلال، الولد بلاش يعني الاسماء اللي هي مش ولا بد للاولاد لغايه سن معينه خلاص يعني كما هو، يعني عيب يعني. ما والله في المطار واحد سبحان الله اكبر مني سنا، انت مش عارفني؟ لا والله الله يرضى عنك اكيد رايتك من قبل. انا ميمي. ميمي والله ربنا يبارك فيك يا رب. ميمي قول انا اكبر منك سنا. قلت ومقاما. انا قلت درست في النحو مصدر الميمي والمصدر واخد في مصادر اسم مصدر الميمي يبدا بحرف الميم سبحان. فتخيل طب ابوه وامه ما اتقوش الله سبحانك يا رب العباد، لا اله الا الله. تفاكر من 3 سنين لما الراجل عين المسكين الالماني، مش الماني اصل غير عربي، عاش في المانيا وسبحان الله، وراحوا العقيقه الاخوه ما شاء الله عليهم وفرحانين بيه وما شاء الله. ايش سميت الولد؟ واخد بالك؟ قال له سقاوي. سقاوي مين؟ قال سقاوي. فتحت المصحف كده ايه سقاوي. طب ده معذور لانه مش دارس لغه عربيه ومش عارف ان سقاوي ده يعني ايه، ليس اسما وانما ايه فعل، لكن هو وجدها في القران سقاوي سقاوي مشاه سبحان الله. فعلى كل انت اعذر الناس بجهلهم، لكن انت لا داعي لتدليل الولد واطلاق اسماء عليه بعد سن البلوغ والعشرين والثلاثين، ولكن لا داعي. لكن البنات اياك تدلل المراه، المراه تحب التدليل لغايه سن ايه؟ يعني 94 سنه سبحان الله سبحان الله. ولو حطمت السن المراه ما حطمت المراه مرآتها، كان العقاد يقول لنا كده، لو حطمت السن المراه برضه ايه تقف وتشوف وتاول سبحان الله العظيم. وهذا يا اخي حقها، هذا حقها سبحان الله العظيم. فيعني الانسان المسلم انسان عند النصيحه يعني ليس فضاحا، وانما هو ياخذ الولد والبنت عند الايه، عندما يعطيك اذنه، يعطيك ايه اذنه. انظر الى فقه حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال له ربه وانذر عشيرتك الاقربين، راح جمعهم على وليمه عنده في بيت خديجه، كان بيستعدوا لرحله الايه، رحله الصيف الى الايه، الى الشام. فجالسين كلهم عمه ابو طالب والاقارب كلهم سبحان الله العظيم، والحمزه والعباس وابناء عمومته كلهم قاعدين يرتبوا للايه، للرحله، رحلة سنوية. فوجد انهم مشغولون باعداد الرحلة وهو يبلغهم بايه، بامر الرسالة، فلم يفتح معهم الموضوع مطلقا. انظر ليه؟ لان اللي امامك لم يفتح اذنه لك بعد. انظر الى فقه
فقه الدعوة. ثم دعاهم مرة أخرى، خلاص عرف أنهم جهزوا، بدأوا العبيد اللي عندهم جهزوا الرواحل والخيام وإلى آخره، خلاص تمت زي ما يقول إيه، خلاص التأشيرات طلعت وخلاص انتهى الموضوع. فدعاهم، قال أبو لهب: نعم يا ابن أخي، لما جمعتنا؟ فلما بلغهم بالرسالة قال: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ لا إله إلا الله. لكن متى يعني بشرهم أو بلغهم أو أبلغهم بالدعوة؟ لما إيه؟ اطمئن أن الإيه؟ الأذن بدأت تسمع، لأن شوقي يقول إيه؟ فرب منتصط والقلب في صمم. لا هو معطيك ودنه زي العيال في الصف في الفصل الدراسي كلهم فاتحين عينيهم على المعلم، هم سامعينه، هم في عالم تاني. صاحب ده اللي مجهز الرحله مع اصحابه، واللي مجهز مشوار السينما، واللي عامل مباراه الكره، واللي بيفكر سبحان الله العظيم فابوه وامه هيعاقبوه على العلامات السيئه. ها الولد 5 سنوات: يا امي لو سمحت وانت جايه هاتي لي كوب من الماء. قلت له انا هاجي عشان يعني اضربك لان انت فعلا كسلان. قال: الله يرضى عليك وانت جاي تضربيني هاتي لي كوب من الماء برضه. مفيش فايده، العيل رزل رزاله في دمه من صغره، لا اله الا الله، وانت جاي برضه تضربيني أبقى. يعني الولد خلاص الضرب ده اصبحت بالنسبه له. فانت خلي بالك، خلي بالك وانت بتنصح الولد، تفكر ان زيك انت كان الاب اول ما ينظر كده نظره، هي نظره، مفيش ابتسامه، مش شوق كان نظرتهم فابتسامتهم، لا نظره كان كله ما فيه سبحان الله كله قاعد كده. طبعا هذا لم يكن صحيحا 100%، ايضا احسن ايه تقول للشيخ عمر عايز، لا لكن لابد لابد اذا اخذت ولدك 5 سنوات 6 سنوات وزرت اعمامه او اخواله اجعلوا الولد يشارك في الحوار، خلوا الولد ليه؟ لان لما ينفصل الولد عنكم وانتم تتكلموا عن ازمه العولمه، هو بقى الولد بالعولمه، ها اتكلموا عن الازمه الاقتصاديه العالميه والبورصه واخبار البورصه، هو ماله هو؟ فيبتدي الولد اما يطلع بتاع اللعبه بتاعته او يروح يلعب في الشارع، او خلاص يكره الجلسه ويكره عمه ويكره، يمكن مش عايز اقول لك يكره مين بالضبط وانت عارف، فما فيش داعي تفتح له باب كراهيه ليه؟ يعني لا اله الا الله. قال علي: ربوا ابناءكم على زمانهم لا على زمانكم، فانهم ولدوا لزمان غير زمانكم. ولدوا لزمان غير. انت عايز تعمل الولد 10 اوامر، ادي له امر واحد من العشرة بس، هتأمره 10 اوامر هيعمل امر تشعر بتقصيره، هيعمل 6 امور هتشعر بتقصيره وتشعره بالتقصير. لا انت امره 3 اوامر، لو عمل منهم 2 شجعه، لو عمل امر جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك يفرح الولد. لكن تعطيه واجبات 10 وتنتظر منه ان لا يا اخي، يعني اتقوا الله ما ايه ما استطعتم. اللهم رب لنا ابناءنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. وخلقكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا نلبس فيه سبحان الله وجعلنا النهار معاشا. ايه رأيكم نبتدي نعاهد اليوم انفسنا بعد ان نعاهد الله، يا ريت نرجع تاني ننام بدري، ننام مبكرين، الله يفتح عليك. لا داعي للسهر يا اخوانا، صحيح مش بسهركم ده مرة في الاسبوع يعني، لكن يعني ان شاء الله نام مبكرا، بلاش يجي عليك نصف الليل وانت يعني قاعد كده. يا اخي نوم المؤمن عبادة، ها ايه نام بدري. الله انت قاعد تذكر، ها قاعد تعمل مشروع قومي للعالم الاسلامي، نام يا راجل سبحان الله، نام سبحان الله العظيم. فالنوم بكر ده راحة اعصاب، تستيقظ كده الفجر وانت ايه يعني عارف راسك من رجليك. فالنوم مبكرا ده سبحان الله النعمة. وجعلنا الليل لباسا نلبس فيه، نلبس ونهدى سبحان ستر يعني، وجعلنا النهار معاشا نعيش سبحان الله. لم يقل وجعلنا النهار حياة، لا، الحياة تخص الآخرة وتخص الطاعات وتخص الإنتاج وتخص الخيرات. قال فلنحيينه إيه حياة طيبة، تخص إيه الخير في الدنيا والخير في الإيه في الآخرة. لكن قال ربنا: ومن أعرض عن ذكري ها فإن له إيه؟ معيشة ضنكا، معيشة زي بعض الشعوب لما تسأل الرجل تقول له: إزاي الحال أبو فلان؟ عايشين، كبر عليه 4 تكبيرات، الله يفتح عليه، يا أخي يقول الحمد لله، فضل ونعمة، نعمة وفضل، هذا من كرم الله، فيه إيه؟ العمر بيجري،
ربنا بس يحسن لنا الخاتمة، ادعينا يعني خليك مع الله، خلي ذكرك بالله يا رجل يا مؤمن. والله تذهب عند الفقير الذي لا يملك ربما قوت يومه، اسأله سؤال كيف الحال؟ الحمد لله، لك نعمة وفضل، مغمورين في فضل الله يعني سبحان الله. تروح للمريض تجده مبتسم، تروح تزور الأسير المعتقد كيف حال؟ الحمد لله في نعمة، متفرغ لقراءة القرآن سبحانك الله. راح واخدين ابن تيمية ورمينه في الجب 19 شهرا، وهم بيلقوه في الجب 32 متر تحت الأرض في الشام في دمشق، الله يؤمنها يا رب يؤمن كل بلاد المسلمين، وهم بيلقوه قال يعني أطلق قنبلة من العيار الثقيل تحبط من أمامه، لأن أنت إذا وجدت عدوك فابتسمت فيعرف أنك قوي، وإذا رأيت من تركك وابتسمت يندم على أنه تركك، وإذا وجدت من تحب وابتسمت يعرف أنك تحبه. صح ولا لا؟ حكماء قالوا كده. فابن تيمية ماذا قال؟ قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ هم أعداء يرموني في السجن مفكرين يعني خلاص انتهى الموضوع. أنا روضتي وبستاني في صدري، الجنة بتاعتي مش غمام العين، الجنة فين؟ جوه. إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة، وإن نفوني من بلدي فنفي لله سياحة. فماذا يصنع أعدائي بي؟ هيعملوا بي حاجة غير التلاتة؟ يا حبس يا قتل يا إيه يا نفي. الحبس هو شافها إيه؟ خلوة. والقتل رآها إيه؟ شهادة. طب أقول لك شيء، هل المقتول يقتل بقتل القاتل أم يقتل بالعمر الذي كفله رب العباد له؟ صح ولا لا؟ بس القاتل ده إيه؟ وسيلة، وسيلة بس عشان ياخد منه كل حسنات يوم القيامة بس، ويديله كل سيئات، ومع أول دفق الدم يغفر له ما قد سلف، ويأتي يوم القيامة جرحه يشخب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، ويقف الشهيد هذا ليشفع في 70 من أهله وجبت لهم النار. بس في نقطة، في ناس أولادهم ربنا يعافينا وإياكم يموت من جرعة مركزة من المخدرات، والمصيبة أمه تسأل يا شيخ هو ابن شهيد؟ أنا أنت تبقى بعيني أولا الأم مكلومة والولد كان منحرف وأبوه تركه وقدر الله الغالب سبحان الله في انحراف ومات هذه الميتة سبحان الله. طب بالله عليك أنا في حرج في أن تقول لها الحقيقة؟ بس قولك الحقيقة هل يغير من حزنها شيئا؟ بس أنت تبقى في موقف إيه؟ فتصرفها تقول لها والله هو الشهيد الذي قتل في المعركة. ليه يا شيخ؟ مش انت قلت لنا مرة الحريق والغريق في لا والله يا ستي انا الشهادة الحقيقية الذي دافع عن ارضه ووطنه ومقدساته وقتله العدو. عشان ايه؟ ده جزء من الحقيقة، انت مش عايز تكمل برضو، مش عايز تفهم، هي الهوى عايزة ايه؟ اجابة محددة. اذكر زمان كان عاملين فضائية جديدة في اخر التسعينات كده، المذيع بعد الحوار دخلت واحدة على الهواء، يا شيخ نعم في بلد عندهم الضرائب جزء كبير من الدخل القومي، والمساكين يدفعوا واللي مش مساكين ايه يعني المساكين يدفعوا بالتي احسن، الموظف اللي مربوط مرتب. يا شيخ نعم، هو التهرب من الضرائب حرام ولا حلال؟ والله اللي درسته في الفقه التهرب من الزكاة حرام. هي عايزة إجابة محددة. سبحان الله. لا أنا مش أسأل يا أستاذ أنت فاهم السؤال؟ ولا يا هانم أنت فاهم الإجابة؟ سبحان الله. هو التهرب من الضرائب حرام؟ أقول لها التهرب من الزكاة. المذيع نفسه رغم أنه علماني ومالوش في الدين قال يا ستي الله يرضى عليك يقول لك التهرب من الزكاة هو الحرام. أنت عايز تضحي بآخر عالم موجود؟ هو اللي باقي سبحان الله، ما فيش غيره، إحنا بنحوط عليه خلاص هيقول كلمة ما السلام أغلقوا الفضائية. طب ارتحتي؟ لا إله إلا الله. في ناس عايزة تستريح، ناس عايزة ترجع تفهم الشيء حرام. ده الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حجه
أفي كل عام يا رسول الله؟ الرسول أعرض عنه. راح الرجل من عجائبه جاله من الناحية الثانية، أفي كل عام يا رسول؟ الرسول حنون وصدره منشرح مش زي صدرنا كده واحنا عصبينا. المرة الثالثة قال لو قلتها لوجبت. انت ليه ان من اسوأ العباد عند الله من اذا سأل عن شيء فحرم من اجل سؤاله. لنا بعض من الاحبة من اولادنا اللي عايشين في الغرب، لما نروح ونجلس على مائدة الافطار في الصباح، واحد يروح واقف يسأل سؤال، يا شيخ هذا الجبن مصنوع من اخو كله. يا عم ما تسألش الشيخ لما ناكل الاول. لا اله الا الله. طب ده كلام يا رجل. يعني انا عايز اقول لا، يعني لا داعي ان ايه ان تلح في المسألة. رب العباد عز وجل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاك وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هو من الواجب انا ابني السقف ولا ابني الجدران؟ ما الذي يبنى؟ الجدران صح ولا لا؟ المبنى ولا السقف؟ طب كيف ان تكون السماء بناء؟ لقوة هذه السماء، لقوتها كأنما صارت بنيانا هو بنينا، كان هي الجدران سبحان الله، كان هي الايه؟ كان هي الجدران سبحان الله. وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. الله اكبر. الشمس وهي ايه؟ وهي تضيء هكذا. ولذلك الـ 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 النجم يشع حراره وضوء، ولكن الكوكب يشع ايه؟ ضوءا من غير ايه؟ من غير حراره. ولذلك القرآن كان دقيقا في كلمة النور وكلمة الضياء. الله جعل الشمس ايه؟ ضياء، لكن جعل القمر ايه؟ نور. ليه؟ قال النور في اللغة العربية لا حرارة له، والضياء في اللغة العربية النور الذي له ايه؟ حرارة. وهذه لن تجدها الا في لغة العرب ابدا. ما فيش فرق بين الضياء والنور في اي لغة من اللغات الاجنبية، وهذه دقة وعظمة هذه اللغة. وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات اللي هي الرياح التي تعصر السحاب عصرا، المعصرات اللي هي تعصر السحاب. ثجاج، الثج هو التدفق. شوف بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في صحيح البخاري انما الحج افضل الحج العج والثج. يعني ايه العج؟ يعني ايه الثج؟ العج رفع الصوت بالتكبير، رفع الصوت بالتكبير، والثج لإراقة الايه؟ إراقة الدم. العج والثج سبحان الله، افضل الحج العج والثج. وجعلنا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. شوف العباد الحمد لله على نعمة المطر احيانا، هذه بفضل الله. الكارثة ان احنا لا نقوم بصلاة الاستسقاء الا اذا امتنعت السحب عن الايه؟ عن الامطار. لا، انا اتمنى ان ندعو الله في الرخاء حتى لا ينسانا رب العباد في الشدة. اوعى تظن ان احنا مستغنيين عن المطر. لا لا، ده الانسان سبحان الله لو تدرس نعمة قطرة المطر سبحان الله ماذا يفعل بها في هذه الأرض ولنا، تحمد الله على فضل الله. بس كارثتنا كبيرة أننا لا نشكر الله على نعمه العامة، ننسى نعم الله العامة ولا نشكره إلا على نعم الإيه؟ الخاصة. المال اللي بجيبي، الولد اللي ببيتي، الزوجة، السيارة اللي أملكها، الحساب اللي في البنك، مش عارف الصحة التي تخصني. لكن من منا كل يوم يا ربي الحمد لله رب العالمين ان جعلت لنا هذا الاكسجين في الجو حتى نستطيع ان نتنفسه، الحمد لله يا ربي ان جعلت لنا هذه البحار والمحيطات حتى تحيا فيها الكائنات الحية، الحمد لله يا رب انك لم تجعل للاسماك رئتين كما لنا والا لصارت هذه البحار امواجا من اللحم. لو كان السمك له رئتين كان الماء ده كله يبقى سمك من ضخامة الايه؟ من ضخامة سبحان الله الاحجام الاسماك. لكن من فضل الله خليها خياشيم فتحدد حجمها. من منا شكر الله على هذه النعمة؟ ليه؟
لان نعمة عامة. نعمة ايه؟ عامة. لما يطلع يوم دافئ كده وتقول ايه والحرارة اليوم في الشام وفي شمال الاردن وشمال لبنان معتدلة 22-25 درجة، هل في واحد فينا سجد لله قال الحمد لله الجو اصبح دافئ حول اخواننا وابنائنا اللاجئين هناك؟ حد مننا سجد؟ ها؟ لكن ما الذي يهمني؟ ادخل بس الاقي الطفل في البيت عريانه مش متغطي يرفع صوته على زوجته، يرفع صوته على بنته الكبيرة، زي كيف ما تغطي اخوك، كيف ما، لانه ملكية خاصة. فلما صارت الانانية نسينا قضية. يا مؤمن انا شرحت لك من قبل، انت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انت تصلي منفردا، هل تقول اياك اعبد واياك استعين؟ ماذا تقول؟ ها؟ نعبد كلنا ولا اعبد انا وحدي؟ كلنا. طيب لما اقول الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وبعدين سمع الله لمن حمده، ماذا نقول؟ انا بصلي وحدي، ها رب، ها ربي ولك الحمد ولا ربنا؟ ربنا ولك الحمد. الانا مش موجودة في الدين حتى في الصلاة، الانا غير موجودة. ولما وجدت الانا ضاع كل انا، صح ولا مش صح؟ لما وجد الانا، لكن لما الصحابة سبحان الله دخلوا الانا في النحو خلاص فقهوا دين الله سبحانه وتعالى. انا يا مؤمن انا على يميني ملك وعن يساري ملك واصلي منفردا، اقول له السلام عليك ورحمة الله، السلام ايه عليكم، عليكم جمع، جمع في التشهد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الا الانفراد عندما اخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي، تاخذ الملمح ده ايه؟ كانك انا وانت حرمنا مما اعطي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ماذا اعطوا؟ ان جلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولوا السلام عليك يا رسول الله، فربنا ما حرمناش، قال وانت في الصلاه المعلم امامك قل له السلام عليك ايها النبي عشان لا تسرح، لا تسرح، سبحان الله. وبعدين انا مع سلامي مع تحياتي لله والصلوات والطيبات لله عز وجل اسلم على النبي ثم اسلم على نفسي وعلى الناس. السلام يعني ايه؟ قلت لك من قبل اذا دخلت عليك وقلت السلام عليكم فانتم سالمون مني وانا بينكم، فان غادرتكم قلت لكم السلام عليكم فانتم امنون مني بعد ان اترككم. لكن يصير الانسان خائف من المجلس، ليه؟ هيطلعوا اسرار المجلس ويقولوا قال كذا وعمل كذا واغتابوه في كلامه وفي طريقته وفي عرضه وفي مسألة. يا اخي لا اله، متى يسلم الناس من الناس؟ من المسلم يا رسول الله؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. انت لو جمعت الغيبة اللي انت اغتبتها لزوجتك على مدى 20 سنة شوف انت بقى تروح فين. توب الى الله. هي معاك ولا انت ناوي تسيب عشان نجيب من الاخر؟ هي معاك خلاص، خلاص مش في قضاء مبرم وقضاء معلق، دي قضاء مبرم خلاص. القضاء المبرم نصبر عليه ولا نتمرد عليه؟ نصبر عليه. صبرنا على هذا القضاء ما الذي يقتضيه؟ ها؟ الا اذكرها بسوء. طب ليه اضيع حسناتي؟ طب هي لما تجلس مع صديقاتها ومع امها تصغر الرجل امامها ليه؟ لماذا؟ هل هذا دين؟ هل هذا دين؟ سبحان الله. طب ما هو لذلك يوم القيامة يعني صاحبته دي لا تعرف تتركه. لكن المؤمنين والمتقين هل يترك بعضهم بعضا يوم القيامة؟ قال ربنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ اللهم اجعلنا منهم. فأنت لما تتقي وزوجتك تتقي فهي صنو لك في الدنيا وسند لك في الآخرة، ونفس القضية أنت سند لها في الدنيا وسند لها في الآخرة. جزاها الله كل خير والله يبارك الله فيها. طب أقول لك شيء، حتى وإن اعتبرت أحد الطرفين أنت أو هي أنك كثير البلاوي كثير السيئات كثير العيوب سبحان الله، صبرك عليها يدخلك الجنة وصبرها عليك يعني في الخيرين. إن شكرت وكانت طيبة بفضل الله زي زوجتك اللي حاضرة معك الآن، بالذات الأزواج الحاضرين معهم زوجاتهم، زوجاتهم من الطيبات خلاص سبحان الله، والزوجات اللي غير حاضرات من الطيبات خلاص ان شاء الله وضحت الصورة. فان شاء الله هي سبحان الله انت بشكرك لله على ان رزقك
من منكم دعا لوالد زوجته في كل صلاة؟ يعني اللهم ارحمه رحمه بارك الله والله كان على قدر، اللهم اشفي يا رب، والله كان رجلا صالحا. حتى عندما شوف أدب الحوار وفتح القلوب له مفاتيح. مات والد زوجتك، حزنت عليه، أبوها يا أخي كان سند له، جزء منه، بكت أسبوع أسبوعين. هي من النوع اللي يحب الإيه، يحب النكت، خلاص ماشي. مش انت فاكر اللي راح للطبيب النفسي وقال له يا أستاذ يا دكتور زوجتي من النوع النكت جدا، قال له وفي نوع تاني يا ابني؟ سبحان الله، ترى الطبيب هو عايز حد يعالجه وكمان، لا إله إلا الله. نفرض أنها منكدة عليه، هل يعني انت قدامك كلمتين تقولهم، كلمة تفتح لك القلب وكلمة تغلق أمامك، ايه الكلمة اللي تغلق؟ ولا ما خلاص مات الله يرحمه، ده استريح من المرض، وسبحان الله ده حتى امك استريحت منه، في ايه يعني؟ عقبال اللي في بالي يعني، لا ما تبقى خلاص، ده انت كده ايه، ده مش عزاء هذا. يقول لا والله كان رجل صالح، بس نذكر له ان حسن الخاتمة، ندعو الله ان يحسن لنا الخاتمة كما احسن، تشعر ان انت ايه تحبه، فهنا تميل اليك. سبحان الله يا اخي، يا مؤمن ابوها وابنها اغلى الناس عندها، نمرة واحد ابوها ابنها وبعدين ابوها وامها، سبحان الله. وبعدين يقول لك انا ادعي على ابني واكره اللي يقول امين، مش كده المثل العام قال كده؟ يعني يقول يا ابني يا ولد، لو واحد قال امين انت مالك انت، انا حر، انت مالك؟ ها، كان شيخنا الله يرحمه شيخنا الشعراوي يقول ايه، اكتبوا يا ابني رسالة لفلان، يعني معناها اضرب ولدي واكره اللي ما يحجس بيني وبينه، صح ولا لا؟ طب واحد يقول خلاص يا استاذ اخر غلطة، ها، يكره هذا لكنه يضربه، لكن هو يضربه ضرب ايه؟ ضرب المربي، ضرب المؤدب، المؤدب ضرب الحنان، ضرب سبحان الله العظيم، عتاب رقيق، لا اله الا انت. ففي فرق بين تقول لها والله الله يرحمه، والله خاتمته دي ما شاء الله، مرضه اللي كان فيه ده الله، فده يشرع يترك رصيد. اظن بعد الغش ده كله بغششولك، عيب عليك بقى يعني، عيب عامل اكتر من كده، ها؟ الله، ده واحد مره اشتكى لاخوه، اخوه كان صديق لي رئيس احدى الجامعات، قال انت قلت للناس ايه يا مولانا في المسجد؟ قال اخويا بيشتكي لي اليوم منك، مننا خير؟ قال يعني، قلت له مره كده لو كنت يعني كنا في حلقات الجنه عن الحور العين، قال يعني ارجع البيت كده ان شاء الله، لو بينك وبين ام فلان يعني كده يعني شيء مش كويس، ادخل كده وايه، ويعني اعمل اي حاجه، ادخل المطبخ اعمل لها ايه كوب من الشاي، اي حاجه. فواحد خد الكلام بالنص وراح، هو دي له اسبوعين ثلاثه ما كلم زوجته، وينام في الصاله البيت بره، سبحان الله. تفضلي اشربي، انت عارف المضيف ولا لما يكون مغلبينه في شركه الطيران ويحط لك انت عايز سمك ولا لا؟ يقول له لا اديني سمك، وما عندناش الا لحم، لا اله الا الله. طب انت تخيرني في ايه؟ طيب ده مش عايز يشتغل، ده مش عايز يشتغل، خلي بالك. فهو انت نفسك قد خد اشرب. قالت له شكرا. قال يا مؤمنة اشرب، انت تحب الشاي؟ ها، ما احبش الشاي، ومن يدك انت بالذات. الله يسامحك يا شيخ عمر، لا اله الا الله. فراح اشتكى لاخوه، قال ورطني ورطه، لا يا ابن الحلال، اعمل الخير مش ارميه البحر، واصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعت المعروف في غير اهله فانت اهله. اللهم اجعلنا من اهل المعروف يا رب العالمين. طيب شو يا سيدي؟ وجعلنا سراجا وهاجا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا. الحب اللي ناكله نحن، والنبات اللي هو الكلأ والعشب الذي تاكله الايه؟ الانعام. وجنات الفافا، جنات قلنا انها تجن ما في داخلها، فيها سور كبير والاشجار داخلها، ولذلك سمي الجن جنا لانه ايه؟ لا نراه، وسمي الانس انسا لاننا ايه؟ نراه، سبحان الله. الانس لظهوره والجن الايه؟ للستاره، سبحان الله. فهذا هو الايه؟ الجنه. فلما جن عليه الليل، يعني ايه؟ ستره الليل، سبحان الله. وفلان جن عقله، يعني ايه؟ حجب او ستر عقله. والرسول كان يأبى هذه الكلمه، ولما قالوا عن ان فلان مجنون قالوا لا تقولوا مجنون، قولوا مصاب،
قولوا ايه؟ ما فيش داعي تقول على اخوك ايه؟ انه مجنون، والمجنون ربنا ايه؟ يعقله. والمثل العام يقول لك ايه؟ اصبر على المجنون ها؟ لا يجي لك اللي اجن منه. ها خلي بالك، هم درجات يعني عند الناس مش عند الله، لا في الجنان درجات. واحد مجنون بمقدار 25 ريختر والتاني ب 40 ريختر، وفي مجنون رسمي سبحان الله. فده تصبر عليه والسلام، فده تصبر عليه والسلام. قال له يا امير المؤمنين انت مش بتعطي القواعد واليتامى والعميان؟ قال له ايوه نعطي. قال له طب اعطوني. قال له انت ما شاء الله واقف على رجليه الرجل. قال انت من انت ممن انت؟ قال انا القواعد. فالناس قالوا عيب يا رجل انت بقى اهبل البعيد، قواعد النساء اللاتي كبرت في السن وكبرنا في السن. قال طب خلاص انا من العميان. قالوا طب دول كام؟ قالوا اثنين. ودول؟ قالوا خمسة. ودول عشرة. انت مش اعمى. امير المؤمنين قاعد فاهم. قال اعطوه انها لا تعمى الابصار. نديره ما ودعمى بصر والعمى عمى البصر. سبحان الله. فالحاشية رفضت. قال لا 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 رجل مفتح كيف نعطيه؟ مبصر. قال خلاص اعطوا ابنائي فهم يتامى. قال الله. يا رجل انت عارف اليتيم يعني ايه؟ من مات ابوه. امير المؤمنين هارون الرشيد ابو الذكاء كله. قال من كان هذا ابوهم فهم يتامى، اعطوهم الله يرضى عليك. دول يتامى ولطامى ونقول سبحان الله. ده اب سبحان الله له فاهم ولو عارف. فيعني في ناس مخاف. نسال الله السلام. طيب يا سيدي لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا. وقت، الوقت يقال لانتهاء الامد، انتهاء الايه؟ انتهى المده. فالوقت ان يوم الفصل بين الناس وبين العباد كان ميقاتا. والله لو ان كل واحد يتعامل مع الاخرين امامه يوم الفصل، ويوم الفصل ده سوف يكون ميقات، وقت لاخذ الحقوق واعطاء الحقوق، والله كل واحد يقف ويتوقف ويراجع حسابات. اما الناس نسوا يوم الفصل. يا عمي ان شاء الله باذن الله، ده احنا ما شاء الله من المؤمنين، احنا من اهل. لا يا ابن الحلال، الله يرضى عنك. ان يوم الفصل كان ميقاتا. انا عايز اليوم ونتوقف عند هذه الآية، ارجع البيت الله يرضى عنك، واجلس مع نفسك وقول انا علي حقوق للناس وعلي حقوق لله. حقوق الله ابدأ بها من اليوم، علي صلوات قبل ما انام انوي ابدأ حجر الاساس اليوم. وانا علي كم سنة صلاة؟ قول انا صليت وانا عندي 20 سنة. يبقى علي كم سنة صلاة؟ 7 أو 8. اعمل ايه؟ الفقهاء على رأيه، الحنابلة يرون انه طالما بدأت تصلي خلاص اللي فات ليس عليك شيء فيه. بس في نقطة، لان الامام احمد كان يعتبر ان من لا يصلي كافر خارج من الملة. فلما بدأ في الصلاة ايه؟ بدأ في الايه؟ في الـ في الـ في, الـ في التوبة، او بدأ سبحان الله العظيم في بداية جديدة من الاسلام. بس دي قضية خطيرة، والجمهور على ان من كان عليه ايام صلوات. احنا نعمل الاحوط، انت عندك ايسر وعندك ايه؟ احوط. الايسر الا تصلي ما مضى وتكثر من النوافل، هذا رأي. الامانة العلمية تقتضي ان احكي لك هذا واقص عليك هذا. الجمهور وانا اميل الى هذا، ان انا اصلي ما علي الى ان يغلب على ظني انني قد صليت كل الصلوات التي كانت علي. فاذا جاء يوم القيامة طلع ان علينا ان لم يكن علينا صلوات، الفرائض الفائتة الله يحسبها لنا ان شاء الله نوافل. طيب اذا كانت مفروضة علينا فعلا وقال بها العلماء، يبقى انا كده ايه عملت؟ لان كثيرا بالذات من اخواتنا عندهم لخبطة في امور معينة تأتيهم كل شهر، فيبقى في يوم يا ترى اصلي الصبح اليوم، يا ترى علي الظهر اليوم، يا ترى المغرب اليوم، يا ترى الايام. امها تقول لها يا بنتي انت وضعتي انتظري 40 يوم لا تصلي ولا تصوم لا اله الا الله. طب الدم انقطع بعد اسبوع. ما هو ده صحيح يعني انا علي ايه؟ 35 يوم ساعة ولادة حسن و40 يوم ساعة ولادة حسين، ولا خبر ابيض تطلع في فمن باب الاحوط ان دايما نصلي قبل صلاة الفرض، صلاة 2 3، بعد صلاة الفرض نقوم قبل الفجر نصلي. دي التبعات في الصلاة لله، دين لله علينا. الصيام كذلك، الزكوات كذلك. طيب حقوق العباد، أقرب الحقوق زوجتك وأولادك
انت مقصر من ناحيته، بالله عليك بتطعمهم من حرام من شبهة، رجعت حساباتك. ثم توبتك انت مع نفسك، قلبك لسه فيه الخوف من الغد. احنا يوم الجمعة، شوف الآية الكريمة، الله الذي خلقكم ثم ايه رزقكم، فالرزق فعل ايه ماضي، رزقك خلاص، رزقك مش هيرزقك، لا رزقك، الرزق انتهى، لا تقلق من الغد. اذا خفت من الغد فانت ضعيف الايمان، قو يقينك، خرج من القلب امراضه. انت ليه بتتكبر على خلق الله؟ ليه بتتعالى؟ ليه عندك عجب؟ ليه سبحان الله لا تقبل النصيحة؟ ليه عندك رياء؟ تدخل الى المسجد وتصلي على مهل، تصلي في بيتك، تصلي بسرعة، تقف امام الناس تتواضع وتتأدب مع زميلاتك في العمل، تدخل البيت ترفع صوتك على اهلك وعيالك. لماذا انت فظ غليظ القلب على العيال والام، ورقيق القلب مع المدير والمديرة والموظف والموظفة؟ عايزين اعادة صياغة حسابات مرة اخرى. الشكر، اشكروا من اجر الله النعمة على يديه. لا تشعر نفسك انك غريب. يعني ايه غريب؟ انا اكره كلمة غريب هذه. الارض ارض الله، الامن في الغربة وطن، والمال في الغربة وطن، والسلامة في الغربة وطن، والخوف في الوطن غربة، والفقر في الوطن غربة، وعدم السلامة في الوطن غربة. كلامي صحيح ولا غير صحيح؟ لا تغضبوا مني لما ارفع صوتي، انا من محبتي كأب لكم، يعني يعلم الله ان احبكم افضل الناس واعظم الناس واكثر الناس ايمانا. ليه؟ لان انتم تتجشمون، والله اقدر تعبكم، تخرجين من العمل وجايين، ويوم من ايام الشتاء يوم قصير وانت متعب طول اليوم، لكن لما تنهي يومك بجلاء قلبك وسماع الذكر تطلع تستفيد. فانت اصلح موات القلب. موات القلب لا يصلح ببعض من اذكار يبعثوا لك على المتاع، قل مش عارف كم الف مرة وابعتها وانشرها يا عم، الله يرضى عنك، لا تعطل الناس. سبحان الله، قلت لك يوم الجمعة ان ذكر الله يبدأ من ابرة الخياط الى مشرة الجراح الى الرجل اللي في وكالة الفضاء اللي بيطلع السفن اذا نوى لله رب العالمين. كل دول عبادة. واذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا هو الذكر الكثير. تجلس مع اولادك ذكر، تأخذهم فسحة ذكر، تتحبب الى الناس ذكر، تسأل عن عمك وخالك ذكر، تتودد الى اخوانك ذكر، توزع الشريط العلمي وفي محاضرة، كل ده نوع من انواع الذكر. سبحان الله، فلا تقتصر الاذكار على اشياء لسانية، هذا ذكر اللسان، فاين ذكر العين وذكر الاذن وذكر القلب وذكر الجوارح؟ انت جئت الى هنا، ذكر الرجلين الاقدام وهي تسعى الى بيت الله سبحانه وتعالى، كل هذا ذكر. فانت عيش نفسك مسلم في ارض الله. لا تنسى كما قلت لك يوم الجمعة، اياك والاهمال الوظيفي، انك تنسى ما قاله رب العباد للملائكة، اني جاعل في الارض خليفة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا، وانت خير الغافرين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، رب لنا اولادنا على الكتاب والسنة، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.